إلى التفاصيل. افتتحت دورة 14 لاجتماع رؤساء وزراء منظمة شانغهاي للتعاون اليوم الاثنين في مدينة جينجو في مقاطعة خنان وسط الصين، حيث سيشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين رؤساء وزراء حكومات الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون التعاون بين دول المنظمة في مجالات التجارة والاستثمار والمال والنقل والثقافة، كما سيتم إصدار بيان حول التعاون الاقتصادي الإقليمي والتأكيد على دعم استراتيجيات التنمية الإقليمية بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين. ومقارنة مع الاجتماع السنوي لرؤساء منظمة شانغهاي للتعاون، سيركز اجتماع رؤساء وزراء المنظمة أكثر على قضايا التنمية والتعاون الاقتصادي للدول الأعضاء، وسيكون مجال الأمن والتعاون الاقتصادي بمثابة عجلتي منظمة شانغهاي للتعاون التي منذ تأسيسها في عام 2011 أو 2001 تمكنت من تحقيق إنجازات ملحوظة في مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي بصفتها كتلة ذات تأثير متزايد. تم التوصل أمس السبت خلال مؤتمر تغير المناخ الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس إلى اتفاق تاريخي، وقد اعتمد الاتفاق مع عدم وجود اعتراضات من 166 طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وقال المبعوث الصيني شي جين خوا بشأن تغير المناخ إن الصين تأخذ هذا التحدي المتمثل في تغير المناخ باعتباره فرصة لتحسين وضع الاقتصاد المستدام. من خلال جهودنا فأن الاتفاق قد زاد من تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة، وهذا المبدأ يجب أن ينعكس في جميع العناصر بما في ذلك خفض الانبعاثات والتمويل والتكنولوجيا والشفافية. البلدان المتقدمة والبلدان النامية في مراحل مختلفة من التنمية، وبالتالي لديها قدرات مختلفة ومسؤوليات تاريخية. أوضح الاتفاق أنه يجب على البلدان المتقدمة أن تأخذ زمام المبادرة للحد من الانبعاثات وأن تلتزم بوعودها الصارمة لخفض الانبعاثات أيضا. إن التمويل يشكل محورا آخرا للنقاش، حيث ينبغي على البلدان المتقدمة أن تفي بوعودها في توفير 100 مليار دولار أمريكي من الدعم المالي سنويا بحلول عام 2020. كما أكد الاتفاق بأن البلدان المتقدمة ستستمر في تقديم المزيد من الدعم المالي بعد عام 2020. أما بالنسبة إلى البلدان النامية، يحث الاتفاق تلك البلدان على تأسيس التعاون بين بلدان الجنوب على أساس مبدأ الطوعية. كما طالب الاتفاق البلدان المتقدمة بأن تواصل تعزيز الشفافية من خلال تقديم التقارير المتعلقة بالانبعاثات والدعم المالي، في حين يجب إتاحة المزيد من المرونة وفترة انتقالية للبلدان النامية بسبب وضعها وقدرتها. من المقرر أن تستضيف بلدة ووجن بمقاطعة جوجيانغ الدورة الثانية لمؤتمر الإنترنت العالمي، والتي من المقرر أن تعقد ما بين 16 و18 من ديسمبر الجاري. وحول دوافع الصين لعقد هذا المؤتمر والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال، التقرير التالي والتفاصيل. انعقدت الدورة الأولى للمؤتمر العالمي للإنترنت بين 19 و21 من نوفمبر عام 2014، وقد استضافتها بلدة أوتشان. وشارك في المؤتمر ما يتعدى 1000 من كبار الشخصيات وقادة المؤسسات العملاقة وخبراء من حوالي 100 دولة ومنطقة. وعقد حوالي 20 منتدى وحوار غطت مختلف القضايا التي تعنى بمجال الفضاء الإلكتروني، من بينها التجارة الإلكترونية وأمن شبكة الإنترنت ومكافحة الإرهاب على الإنترنت وغيرها من القضايا الساخنة الهامة الأخرى. اعتبرت أكبر فعالية تخص الإنترنت تعقد في الصين وأعلاها مستوى. وأما عن دوافع الصين التي جعلتها تعقد هذه القمة حول الإنترنت العالمي، فله دون شك علاقة بسوق الإنترنت الصينية، إذ أن الصين بدأت بتعامل واستخدام شبكة الإنترنت قبل 20 عاما لتنتقل بعدها إلى عصر التواصل والترابط مع العالم عبر الشبكة.
يبلغ عدد مواقع الإنترنت اليوم في الصين 4 ملايين، وتعد الصين أكبر مستخدم للإنترنت، حيث يوجد أكثر من 640 مليون مستخدم للإنترنت في البلاد، وعدد مستخدمي الهواتف المحمولة حوالي 1.3 مليار، و600 مليون مستخدم للمدونات الصغيرة وتطبيق الويتشات الصيني، وربع شركات الإنترنت العالمية العملاقة من الصين. نجحت الدورة الأولى للمؤتمر العالمي للإنترنت في تأسيس منصتين، أولتها منصة دولية تتواصل من خلالها الصين مع العالم، والثانية هي منصة صينية تشترك فيها جميع الدول. هذا وتم اختيار بلدة ووتشان مقرا دائما للمؤتمر العالمي للإنترنت، ويمكننا القول إن قمة الإنترنت الأولى هي الصين، وهي التي تتحمل المسؤولية باعتبارها دولة الإنترنت الكبرى. أما الدورة الثانية فسيشارك فيها حوالي 2000 خبير في مجال الإنترنت ومسؤولين من أكثر من 120 بلداً ومنطقة، من بينهم 8 زعماء أجانب ورؤساء لأكثر من 20 منظمة دولية كبرى. وتجدر الإشارة إلى أن قمة هذا العام ستكون أكثر ثراءً من حيث المحتويات والمواضيع التي ستتم مناقشتها فيها. مركبة غير مأهولة وسيارة ذكية متقدمة وتكنولوجيا الجيل الخامس، فكيف شكلها؟ وهذا ما سنكتشفه خلال المؤتمر في معرض ضوء الإنترنت الذي ستشارك فيه أكثر من 260 شركة، وذلك لإظهار التكنولوجيا المتطورة وأحدث نتائج تطور الإنترنت في الصين والعالم. تانشين، CCTV العربية، وجن. وما زلنا أيضا في ووجن، حيث من المقرر أن يعمل 1000 متطوع في مؤتمر الإنترنت العالمي، وسيقدمون مختلف المساعدات لضمان سير المؤتمر على نحو سلس. اختير المتطوعون من بين 67,000 شخص، حيث سيقدمون خدمات تضم الإرشاد وتبادل المعلومات وغيرها، وسيتم تعيين 200 منهم لكبار الشخصيات. كما سيتم للمرة الأولى تزويد المتطوعين بأجهزة تتبع تعرض مواقع تواجدهم، حيث من شأن المعلومات الحينية أن تساعد المنظمين على سلاسة سير الخدمات. هذا ودخل المتطوعون حاليا مرحلة الاستعدادات النهائية. أعبر عن خالص الترحيب بالمشاركين. تخصصي في الجامعة هو اللغة الإسبانية، وسوف أقدم خدمات إلى الضيوف من كوبا خلال المؤتمر. لقد درست بعض المعلومات الأساسية عن هذا البلد، وأنا مستعد تمام الاستعداد لهذا المؤتمر، وأثق بأنني مؤهل لإكمال واجباتي. مشاهدينا، نواصل الأخبار. شنت طائرات التحالف الدولي غارات عدة على أهداف تابعة لتنظيم داعش في العراق وسوريا خلال الأسبوع الماضي. وأمس الأحد شن الجيش الأمريكي وقوات التحالف غارة جوية على أحد مصانع التنظيم المتطرف والذي يقع في محافظة الأنبار غربي العراق، ما أسفر عن مقتل 12 متشددا على الأقل. أكد مقر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن أمريكا وحلفائها نفذت أول أمس السبت 15 غارة جوية تبعتها بسبع غارات أخرى على أهداف التنظيم المتطرف في العراق وسوريا على التوالي. وركزت الضربات الجوية على مناطق يتجمع فيها متطرفون بما فيها مدن عراقية مثل الموصل والفلوجة، إضافة إلى مدينة الرقة السورية. والإضافة إلى ذلك، ووفق لما ذكره مسؤول أمني في محافظة الأنبار، فقد قصفت طائرات التحالف الدولي أمس الأحد مصنعا يشتبه في استخدامه لتصنيع السيارات المفخخة بمدينة هيت في محافظة الأنبار، مما أسفر عن مقتل العديد من المتطرفين وتدمير المباني الملحقة بالمصنع. قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس الأحد إن بلاده تصر على حل الأزمة مع تركيا سياسيا. وأوضح الجعفري أن العراق يصر على مواجهة الغزو التركي من خلال الوسائل السياسية، فيما تأمل العراق في الحفاظ على علاقاته مع تركيا، ولكن سيادته خط أحمر. أضاف إبراهيم الجعفري أيضا أن بلده لن تسمح لأي بلد آخر ببناء قواعد عسكرية على الأراضي العراقية. هذا ولا يسمح للمستشارين العسكريين بأكثر من التعاون في القواعد العسكرية في العراق.
وكان الآلاف من العراقيين قد قاموا بتظاهرات في ميدان التحرير وسط بغداد احتجاجا على عبور القوات التركية للحدود العراقية وانتشارهم في شمال العراق. وأيضا قام مواطنون في البصرة وغيرها من المناطق بتظاهرات طلبوا خلالها الجيش التركي بالانسحاب من الأراضي العراقية. هربا من ويلات الحرب داخل الأراضي السورية وبحثا عن حياة أفضل، لجأ أكثر من 1,200,000 لاجئ سوري إلى لبنان، لكن الحظ لم يحالف إلا القليل منهم. ويمثل عبد الحليم العطار أحد هؤلاء المحظوظون والذي تغيرت حياته بفضل صورة التقطت له مع ابنته. التفاصيل في التقرير التالي. صورة انتشرت كالنار في الهشيم في مختلف المواقع في الانترنت بجميع أنحاء العالم. لاجئ سوري يحمل ابنته الصغيرة ويبيع الأقلام في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت في شهر أغسطس. واليوم بعد مرور 3 أشهر تقريبا، صار ذات اللاجئ السيد عبد الحليم العطار صاحب 3 محلات هي محل شاورما ومطعم ومخبزة. العطار قال إن تلك الصورة التي لا يعرف من التقطها له هي سر التحول الكبير في حياته. كنت أشتغل عند المشفى، ما معي خبر إنه عالم صورتني أنا، إنه ناشر الصورة تبعي. يعني أنا انحرقت على الصورة، إنه بنتي نايمة على كتافي شايفة، وهي أول مرة تنام على كتافي هيك. انتشرت الصورة على الانترنت وعرف الجميع بقصة العطار، وبدأت التبرعات تتهاطل عليه حتى بلغت 185,000 دولار، تسلم منها 70,000 دولار، وقام لاحقا باستثمار 20,000 دولار في فتح 3 محلات غيرت سريعا حال هذا السوري القادم من اليرموك بضاحية دمشق والهارب مع أطفاله 3 من ويلات الحرب في سوريا. ما لقيت شغل باللبنان لأنه معي بنتي صغيرة ما في حدا حطها عندها. رحت على الشرق الله ما قبلوا يشغلوني مشان البنت. قام بعت أقلام، طلقتني 3 سنين ونص بيع أقلام. تجارة بيع الأقلام لم تكن تدر على العطار إلا النظرة القليلة، بالكاد يكفي لتوفير لقمة العيش له ولأطفاله بعد دفع إيجار الشقة. يعني كنت حاول إنه خفف مصروف البيت وخفف المعيشة تبعي مشان إنه أمن أجار البيت وإنه آكل مظبوط أنا وولادي. مساعدة الآخرين له جعلته يفهم ماهية رد الجميل ويؤمن بضرورة مواصلة رسالة المساعدة، وهو الآن يشغل لديه 17 لاجئا سوريا. وقال العطار إن الحرب والفوضى ما إن تنتهيان في سوريا فإنه سيعود إلى وطنه حتما. أنا هلأ إذا رجعت سوريا بترك كل شيء بديعه وبنزل على بلدي. بلدي الشام جنة الدنيا على الأرض. مشاهدينا إلى هنا نختتم الأخبار، أشكركم وإلى اللقاء.